بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معروف الاعتكاف. الاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية العبادة، تمكث في المسجد وقتا بنية العبادة والذكر. طيب وقت، أي وقت؟ قال نعم أي وقت. يعني أنت لو أنك دخلت إلى المسجد وبقي على وقت الصلاة مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة فنويت الاعتكاف، يجوز فيجوز أقل من يوم، ويجوز يوما، ويجوز يومين، ويجوز أكثر. ويحل الاعتكاف في شهر رمضان، في شهر رمضان الاعتكاف مطلوب، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن للإنسان أن يعتكف، أن يتفرغ للعبادة وقتا من الزمان، ولا سيما في شهر رمضان، وبالأكثر في العشر الأواخر ليتحرى ليلة القدر. لأنك إذا كنت في عبادة ودعوت الله استجاب الله تعالى لك. المعتكف يعتكف في مسجد بدليل الآية أنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يجوز إلا في المساجد، إنما بالنسبة للمرأة يجوز الاعتكاف في مسجد بيتها، بل إن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، منعا للفتنة. الرسول رفع عنها، والإسلام رفع عنها الحرج أن تحضر إلى المسجد، لا في الاعتكاف ولا في الصلاة. ومع ذلك يجوز أن تأتي إلى المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اترك، هي تريد أن تأتي إلى المسجد محتشمة غير واضعة للطيب، تفيلات غير متبرجات بزينة، فلتحضر إلى المسجد إذا أرادت، فلتعتكف. وأزواج رسول الله اعتكفن معه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وضربن قبابا في المسجد. إذن يجوز، لكن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل. أما الرجل فلا يجوز له الاعتكاف إلا في المساجد بنص الآية. طيب أي مسجد يجوز؟ قالوا المسجد الجامع، مثل الأزهر، مثلا الجامع الأزهر، أو الإمام الحسين، مسجد الإمام الحسين، المساجد الجامعة كبيرة. بعضهم قال لا، يكتفى بمسجد تقام فيه الجماعة، يعني له إمام ويصلي بالناس الجماعة. فإذا كان عندنا مسجد له إمام وتصلى فيه صلاة الجماعة يجوز، حتى ولو لم تصلى فيه صلاة الجمعة. وبعضهم يشترط أن يكون المسجد مسجدا تصلى فيه صلاة الجمعة، حتى لا يخرج المعتكف إلى مسجد آخر ليصلي الجمعة. لكن نأخذ بأيسر الآراء. هل نقول لابد أن يعتكف في الأزهر، يعني يأتي الناس من القرى إلى الأزهر ليعتكف؟ لا، لماذا تضيق عليه؟ نطلب منه أن يكون المسجد تصلى فيه صلاة الجمعة، والمساجد في الإسلام كانت مقسمة إلى مساجد تصلى فيها الجمعة وإلى مساجد لا تصلى فيها الجمعة، وهذا موجود حتى الآن في المملكة العربية السعودية. كنا نرى مساجد تغلق يوم الجمعة، تغلق وتصلى فيها الجماعة، يعني الأوقات تصلى فيها، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، تصلى ولها أئمة، كل مسجد له إمام. إنما عند صلاة الجماعة يجمعون الناس في المساجد الكبرى، وهذا كلام جميل، لأننا أحيانا نجد في بعض المساجد
عددا قليلا ربما لا يكمل صلاة الجمعة. يعني قد نجد 10 من الأفراد، والإمام الشافعي يشترط 40 رجلا، 40 من المصلين، فإذا لا يجوز بهذه الصورة. فعلى كل حال يجوز الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة على الرأي الأيسر، لكن في غير المساجد لا يجوز. طب لا تباشرهن. كان الذي يعتكف قبل نزول الآية كان أحيانا يحتاج إلى زوجته، فكان يصل إلى البيت ويباشر زوجته ثم يعود إلى المسجد. فنزلت الآية تقول لا، في مدة الاعتكاف ممنوع المباشرة وكل ما يؤدي إليها، وكل ما يؤدي إليها منع، وكان قبل ذلك مباحا، يعتكف ويذكر الله ثم بعد ذلك يذهب بعد الظهر بعد العصر أي وقت يذهب إلى زوجته فيعاشرها. فنزلت الآية تمنع وتحرم ذلك، لأنك متفرغ في الاعتكاف، متفرغ للعبادة والذكر، فطلب الدنيا أمر يعني بعيد لا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون. لا تباشرهن، يعني أنت تعتكف شهرا أو تعتكف أسبوعا أو تعتكف يوما، ألا تصبر بعض الوقت للذكر والعبادة؟ فنزلت الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبرضو القرآن يعبر بالمباشرة كناية عن إتيان الرجل أهله. تلك حدود الله، حدود، حدود هنا حدد أشياء كثيرة، حدد طلبات وحدد منهيات، حدد أوامر وحدد نواهي. فحدد مثلا وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بعد ذلك تفطر، ثم وطلب منك أن تتم الصيام إلى الليل، أوامر، أوامر وجوبية، وجوبية، الأمر الوجوب. ثم نهى عن شيء، لا تباشرهن وأنتم عاكفون. إذن الآية قبل ذلك تشمل أوامر وتشمل نواهي، هذه الحدود، هذه الحدود لا تقربوها. الحق له حد والباطل له حد، هو يقول لك لا تقرب، لا تقرب الحد الممنوع، يعني لا تكن ميالا إلى كذا ولا ميالا إلى كذا. بعض الناس يأخذ منها أن على المسلم أن يعتدل في العبادة، يعني لا يفعل المعاصي ولا ينخرط في الطاعة بحيث ينسى الدنيا كلها كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يذهب إلى أسرته مطلقا ولا يلاقي الناس، إنما منقطع للعبادة. فوالده سيدنا عمرو بن العاص شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عبد الله، عبد الله يعني صوام قوام، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يأتينا ولا يأتي أهلا. فانتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتواضعه وقال له ماذا تفعل يا عبد الله؟ قال له كذا وكذا. فقال له صم يوما وأفطر يومين، بدل أن تصوم الأيام كلها صم يوما وأفطر يومين. قال له يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك، لا أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال له طيب صم يومين وأفطر يوما. قال له يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك. خذ بالك أنه شاب، نحن نقول هذا لشبابنا الذين لا نراهم كثيرا في المساجد الآن، ينصرفون إلى الفيسبوك وإلى النت وإلى مواقع الإلحاد. إنما هذا شاب، يضرب المثل، يا رسول الله يخيره، يقول له يعني صم يوما وأفطر يومين، يقول لا أنا أطيق أكثر من ذلك. يقول له طيب صم يومين وأفطر يوما، يقول له لا أنا أطيق أكثر من ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما. فقال له أنا أطيق أكثر من ذلك. قال له لا أكثر من ذلك. قد كان هذا صيام داود عليه السلام،
فداود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأنت تصوم يوما وتفطر يوما. ثم أنت تقوم الليل، يعني طبعا لا تقم الليل كله، وإنما قم في حدود كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام نصف الليل داود عليه السلام ويقوم ثلثه، يبقى القيام ثلث الليل. ثلث الليل أنت عندك الليل كم ساعة؟ مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات أو 9 ساعات، يبقى لك 3 ساعات في العبادة والباقي تنام أو تنصرف إلى أمور أخرى. فهذه كانت عبادة داود عليه السلام، أو نبي من الأنبياء، ومع ذلك صالح، أنبياء صالحون، يعني لا يتكلون على الله ويقول أنا طالما أني نبي وأني رسول إذن أتجاوز، لا يتجاوز في العبادة، يتعب نفسه في العبادة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان طبعا يقوم حتى تتفطر قدماه، وسألته سيدة عائشة لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تتعب نفسك؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هؤلاء الأنبياء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا على صلة قوية بالله سبحانه وتعالى. فسيدنا عبد الله ابن عمرو الرسول وعظه بهذا ليعود إلى الاعتدال. إذن تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني كن وسطا. ولذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث إن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وهكذا. فلا تقربوها، يقول الشيخ، يعني لا تكن ميالا إلى طول العبادة ولا تكن ميالا إلى المعاصي، فكن في الحد الوسط بين لا إفراط ولا تفريط، ولذلك الإسلام دين الاعتدال، عبادة معتدلة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا تجمع بين الدنيا والآخرة. فيقول الشيخ لا تقربوها، يعني كن في الحد الوسط بين العبادة وبين المعصية، فلا تقرب من المعصية ولا تبالغ في العبادة. وهناك رأي آخر أنه القرب هنا ينصرف إلى المنهيات، فقد نهى الرسول فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نهي عن مباشرة النساء. فإذا لا تقربوها، يعني لا تنحدر إلى المعصية، يبقى القرب هنا منع أن تقرب من المعاصي. ويأتي الشيخ بالحديث، الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ألا إن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه. فلله سبحانه وتعالى محارم، حما كبيتك الذي له أسوار لا يجوز لأحد أن يدخل داخل السور، فهذا لا يجوز. إذن الحرمة عليها سور، لا يجوز أن تقتحم السورة وأن تدخل إلى المعصية، يبقى لا تقربوها، يعني لا تمل إلى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هكذا يقول الشيخ، تلك حدود الله محارمه. نعم، فلا تقربوها.
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالهدف من هذه كلها التقوى، التقوى هي الأساس. فما شرع الله سبحانه وتعالى العبادات وما شرع الأحكام الشرعية إلا لننتهي عن الباطل ونذهب إلى الحق خشية لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا نهي عن الاستيلاء على أموال الغير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نصلي ثم نعود برا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم بعد صلاة الظهر والحمد لله، وكنا نتحدث عن في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي قرآني كريم عن الاستيلاء على حقوق الغير، على أموال الآخرين وعلى كل مقدراتهم. لا يجوز الاستيلاء على حق الغير بالباطل، هذا حرمه الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة، من خطبته في حجة الوداع حينما قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. إذن لا يصح أكل أموال الناس. ثم قال أيضا: لا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، يعني لو أن إنسانا أعطى إنسانا آخر مبلغا من المال أو تنازل له عن شيء من الأشياء لا بأس، إذا كان ذلك على سبيل الهدية، لكن لا يكون على سبيل الرشوة. فهنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الاستيلاء على حقوق الغير بهذه الطريقة التي لا يصح أن تكون. فالمفروض إعطاء كل ذي حق حقه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الخصمان قال لهما: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فكان الخصمان حينما يسمعان هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل منهما يتنازل عن حقه، يقول: أنا متنازل لصاحبي، حتى صاحب الحق يقول: أنا متنازل عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهما: اذهبا فتحللا، يعني كل واحد منكما يسامح الآخر، يتفاهم مع الآخر، وفي الآخر يعني كل واحد يصنع حلا لصاحبه على وجه من الوجوه، اقترع، استهم، اعمل أي شيء لإظهار الحق فيما بينكما. إذن هؤلاء كانوا من الورع ومن التقوى إلى هذا الحد الذي يتنازل فيه صاحب الحق عن حقه.
إذن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تستولوا على حقوق الآخرين وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بها إلى الحكام، الإدلاء إلى الحاكم، على معنى أن واحدا قد يشهد عند الحاكم زورا، يأتي بشهود زور يقولون إن فلانا عليه لي مبلغ من المال، ويأتي بشهود زور أمام الحاكم، فالحاكم يحكم بمقتضى شهادة الزور أو بمقتضى الكلام الذي يقوله وهو عنده طلاقة في اللسان، كما كان رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. أحيانا يكون صاحب الحق ضعيف الكلام، لا يستطيع أن يعبر عن موقفه، في الوقت الذي يكون فيه صاحب الباطل ذا لسان فيستطيع أن يزور وأن يزيف وأن يزين، فيدخل الأمر على القاضي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، هذا يخاف منه. إذن تدلوا بها الحكام، قال أي ترفعوا بها قضايا إلى الحاكم، وترفعون بها قضايا إلى الحاكم وتزورون في الشهادات وتحصلون على أموال من غير حق. يبقى كان القضية قضية أنه لا يجوز لإنسان أن يستولي على حق الآخر وألا يزيف وألا يزور لدى القضاء حتى لا يحكم له باطلا بشيء هو ليس من حقه. وكثير من القضايا التي تدار في المحاكم تجري على هذا النوع، المحامي له طرقه في التغيير والتبديل والتزييف في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان إلا من عصم الله، فيصير الحق باطلا والباطل حقا والمسألة قضية. المهم أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أخذ إنسان غير حقه فسوف يأخذ ما يوصله إلى النار، هذا معنى أقتطع له قطعة من النار. هو المال ليس نارا، إنما يتسبب عنه دخول النار، كما جاء في آيات أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو لا يأكل نارا، إنما يأكل مالا، لكنه بسببه يدخل النار، فكأنه يدخل النار، فكأنه يأكل النار، كأنه يأكل النار. يبقى إذن المعنى الأول للآية الكريمة أنه لا يصح الاستيلاء على حقوق الغير حتى لدى القضاء بالتزييف والتزوير. ورأي آخر يقول لا، هما قضيتان: قضية استيلاء الإنسان على حق غيره، وقضية الإدلاء إلى الحاكم بالمال. والإدلاء إلى الحاكم بالمال يكون بالرشوة، لأنه له مصلحة عند الموظف الفلاني ويريد قضاءها، وهذا الموظف لا يريد قضاءها إلا بأن يأخذ، فهو يدفع من أجل تخليص مصالحه، يدفع رشوة، وهذا حرام، ونحن لا نحلل الحرام. بعض المفتين يفتون بأنه طالما أنه مضطر وأنه يعني حق أن حقه سيضيع، فدفع من أجل الحصول على حقه فيبرئون ساحته. يقول لك لا، هو لا شيء عليه، إنما يكون على المرتشي. نقول له هذا يخالف الحديث الشريف، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قال فيه: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. فلعن الله الراشي، مطرود من رحمة الله من يدفع رشوة، والمرتشي الذي يأخذ، والرائش الوسيط الذي يتوسط، لأن في بعض الأحيان يكون هناك وسيط ليوصله إلى الموظف، يعني هو لا يستطيع بنفسه أن يصل إلى الموظف مباشرة وأن يعطيه المال، لكن هناك طرق، واحد يقول له أنا آخذ منك وأعطيه، فهذا أيضا ملعون. إذن الذي يفتي
بأن الراشية ليس في النار فتوى مخالفة لرسول الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي فتوى باطلة لا يصح أن تكون. يبقى الراشي، المرتشي، الرائش كله. فقالوا وتدلوا بها الحكام، يعني لا تدفع الرشا إلى المسؤولين في المصالح، وهذا معنى جميل. كأن الآية تنوعت فيها المعاني، فأصبح عندنا معنيان، معنى أن واحدا يستولي على حق الآخر، ومعنى أن واحدا يدفع إلى المسؤول المال ليخلص له بعض الأمور، وقد يدفع له ليزور لمصلحته، يزور له ما ليس من حق الدفع بالدفع. إذن هذا محرم شرعا ولا يجوز، لا يجوز أن تدلوا بها للحكام، لا يجوز، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فهذا أكل لأموال الناس يتسبب عنه الذنب، والذنب يتسبب عنه العقاب. وأنتم تعلمون الجريمة أنه يعلم، الجريمة أنه يعلم أنه حرام ويفعله. ولذلك أنت تقول للناس الرشوة حرام، يقول لك أنا أعلم بس لكن لابد أن أخلص الموضوع بهذه الطريقة. إذن هذا قبيح، هذا قبيح وفي غاية القبح، ويكون عليه العقاب أشد، أشد، لأن عقاب من يعلم أشد من عقاب من لا يعلم، أشد. أحيانا يقول لك طيب أنا استفتيت واحدا وأفتاني خلاص، نقول له لكن سمعت الفتوى من واحد آخر تخالف هذه الفتوى، إذن عليك أن تتبع الحق. لكن بعضهم يقول لا أنا أذهب إلى السهل، ولذلك تجد بعض الناس قد يحلف أيمانا وتفتيه بالحكم الشرعي، فيقول لك ده هذا والله يا شيخ أمر صعب، أنا أريد فتوى سهلة، فيريد أن يحلل الباطل. إذا قال فتوى سهلة نقول له اذهب إلى من يسهل لك، وتحشر أنت وهو في النار معا، لأنه عرف وأفتيته بالصواب، لا يريد الالتزام، يريد شيئا سهلا، فأذهب إلى واحد يسهل له المسائل، يبقى هو وهو قرينان في النار والعياذ بالله تعالى.